السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. أكدت مصادر في قوات الجيش الوطني إحكام سيطرتها على مديرية عسيلان في شبوة، في الوقت الذي ما زالت فيه ميليشيا الحوثي متحصنة في أحد أودية بيحان. أكدت المصادر أن الحياة اليومية عادت لمديريتي عسيلان وبيحان بعد تحريرهما من ميليشيا الحوثي. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش طبيعة المعركة القادمة بعد تحرير شبوة في محورين: الأول تحرير عسيلان من ميليشيا الحوثي، والثاني طبيعة المعركة القادمة بعد تحرير شبوة. إذن بإعلان القوات الحكومية سيطرتها على مديرية عسيلان بعد سيطرتها على بيحان، تكون شبوة محررة بالكامل من ميليشيا الحوثي إذا ما استطاع الجيش الوطني تحرير بقية المعاقل التي تتمركز فيها الميليشيا. لكن التساؤل يبقى مفتوحا حول تحرير المحافظات المحيطة بشبوة كمثال محافظة البيضاء. مشاهدينا سنشاهد سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. شبوة تتحرر من ميليشيا الحوثي، هذا ما أعلنته قيادة الجيش الوطني التي أكدت بلسان قائد المنطقة العسكرية الثالثة تحرير مديريات بيحان والعين وعسيلان بالكامل. قائد المنطقة الثالثة أحمد حسان جبران قال إن الجيش يحاصر من جميع الاتجاهات بعض الجيوب الصغيرة في بيحان التي تتمركز فيها ميليشيا الحوثي. وأكدت مصادر عسكرية سيطرة قوات الجيش الوطني على مواقع الصفراء والسليم، وهي آخر المواقع العسكرية للحوثيين في عسيلان، في الوقت الذي تقوم فيه وحدات أخرى من الجيش بمحاصرة أحد أودية بيحان الذي تتحصن فيه عناصر الميليشيا. كان الجيش الوطني قد بدأ قبل أيام عملية تحرير مديريتي بيحان وعسيلان بدعم من طائرات التحالف العربي التي شنت عدة غارات على مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي. تعد بيحان منطقة استراتيجية مهمة، حيث تمتلك حقولا نفطية وتقع بين البيضاء ومارب، مما يعني فقدان ميليشيا الحوثي لأهم طرق الإمدادات العسكرية إلى البيضاء. تأتي الانتصارات العسكرية للجيش الوطني بالتزامن مع تحرير مواقع عسكرية في نهم شرق صنعاء وتقدم عسكري في ريف الحديدة، في ظل تساؤلات عن طبيعة المعركة القادمة بعد تحرير شبوة، وما إذا كانت البيضاء هدفاً قادماً لمدافع الجيش الوطني. إذن مشاهدينا نسهل النقاش، وينضم إلينا أحمد المصعبي قيادي في المقاومة الشعبية بمحافظة شبوة. سيد أحمد مساء الخير. مساء النور، حياكم الله. أهلا بك سيد أحمد. إذن لو تضعنا في البداية حول تفاصيل المعارك الأخيرة في عسيلان. بداية أحب أن أطلعكم على أهم خبر ربما بعد تحرير بيحان وإكمال تحرير عسيلان، أهم خبر وردنا للتو. تفضل. وأنا مصدر رسمي وأحدثك من واقع الحدث. أكثر من 100 من ميليشيات الحوثي قاموا بتسليم أنفسهم عصر ومغرب هذا اليوم لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. هؤلاء تمت محاصرتهم في معسكر بريكة شرق مدينة النقوب، وبعد انحصارهم استسلموا وسلموا أنفسهم. قتل منهم 5 رفضوا الاستسلام وقاتلوا، واستشهد أحد أفراد الجيش الوطني والمقاومة، وأكثر من 100 سلموا أنفسهم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعد انهارت قواهم وانهارت قيادتهم وأصبحوا أسرى لدى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. نعم، إذن جميل. لكن الجيش الوطني اليوم يعني يعلن استكمال تحرير محافظة شبوة بالكامل. أنت يعني كقيادي في المقاومة ومن يعني متواجد في المنطقة، هل لك أن يعني تؤكد لنا هذا النبأ أن محافظة شبوة يعني حررت بالكامل طبقا للمعلومات التي تحدثت عنها قوات الجيش الوطني؟ تعليقي على هذا ولا تصريح منسوب للواء الركن أحمد حسان جبران قائد المنطقة الثالثة، هذا الكلام صحيح، وفي الإجمال محافظة شبوة محررة بالكامل. كل مقرات الدولة السيادية في بيحان وعسيلان والطرق الرسمية هي بيد الجيش الوطني والمقاومة،
تبقت جيوب صغيرة. هذه الجيوب تم تصفيتها في اليومين السابقين، الجيوب التي في مديرة عسيلان تم إنهاءها بالكامل هذا اليوم. الليلة تم تصفية جيب طريق مبلغة وشعب مبلغة بالكامل، وما تبقى إلا أحد الجيوب الذي هو في وادي خير، وبسبب أن الإمدادات تأتيه من البيضاء تأخر تطهير هذا الجيب، والجيش الوطني في الأثناء يعد العدة لتحرير هذه المنطقة، منطقة وادي خير. نعم، إذن يعني أيضا هناك تصريح من قائد المنطقة العسكرية حول وجود جيوب للميليشيا الإنقلابية تحديدا في بيحان، ماذا عن الوضع العسكري حاليا هناك؟ منذ التصريح وحتى الآن تم تطهير أكثر هذه الجيوب. الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هو بإسناد كبير، وأؤكد على هذه الكلمة، إسناد كبير من طيران التحالف يطهر هذه الجيوب. طيران التحالف تقريبا منع أكثر من 90% من تعزيزات الميليشيات من الوصول إلى بيحان، بلاد العواض وبلاد الملاجم. الخط الممتد في هذه المنطقة من مفرق السوادية وإلى العقبة القندع تشهد محرقة بمعنى الكلمة لأفراد وقيادات هذه الميليشيات التي تحاول تعزيز قواتهم في بيحان. هناك انهيار اليوم، اليوم يشاهد المواطنون حالات هروب كثيرة من المواقع، حالات انسحابات من وادي خير، انسحابات من مبلغة وهروب منها بعد دخول الجيش الوطني لها وحسم المعركة فيها. وكما نلاحظ في مغرب هذا اليوم، ها هي قواتهم في هذا الشعب، شعب بريكة المحاذي لمنطقة الصفراء من الجهة الغربية، يسلمون أنفسهم هكذا ويعلنون أنهم مستسلمين. والجيش الوطني والمقاومة الآن حاليا ترتب ترتيبات لنقلهم إلى مكان آمن وفق رأي القيادة العسكرية. نعم سيد أحمد، تكرم بالبقاء معي. أشرك معنا في النقاش مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، سينضم إلينا من الرياض. سيد مختار مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى ضيوفك الكرام جميعا. أهلا بك سيد مختار، يعني لعلك سمعت قيادي في المقاومة ضيفنا يؤكد استكمال المحافظة، تحرير محافظة شبوة بالكامل، وأيضا هناك تأكيد من قيادة الجيش الوطني أو في شبوة. هل يمكن أن نحصل على تأكيد أيضا من الحكومة بالتحرير الكامل لهذه المحافظة؟ نعم، بحسب ما تم إعلانه من قبل قيادة المحافظة والجيش الوطني، هو تم استكمال تحرير محافظة شبوة بالكامل. يتبقى بعض الجيوب وبعض الأماكن التي ما تزال بيد الميليشيات، وهي جيوب وليست مناطق شاسعة. نستطيع أن نقول أنها ليست مناطق شاسعة، ولكنها جيوب يتم تصفيتها من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. بالتالي نستطيع اليوم نقول أن محافظة شبوة أصبحت بالكامل تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وهذا انتصار مهم جدا، وأيضا يعطي معنويات كبيرة للجيش الوطني والقوى الشرعية، وأيضا لمعنويات أيضا للجيش الوطني في كافة المناطق والمحافظات، سواء في الساحل أو في نهم أو في سرواحة أو في كافة المناطق، أن الجيش الوطني عازم على تحرير كافة المناطق وكل شبر من أراضي اليمن لابد أن يتحرر. وأيضا تأكيد من فخامة رئيس الجمهورية اليوم في اللقاء المهم الذي أكد أنه لا مجال لأي حديث عن أي مشاورات أو أي حديث عن حلول سياسية، لأننا للأسف الشديد رأينا البعض من قبل من بعض القوى الغربية يتحدثون اليوم عن العودة للمسار السياسي، لكن فخامة الرئيس اليوم تحدث أنه لا مجال للحديث عن أي مشاورات إلا وفق المرجعيات المتفق عليها وتنفيذ القرارات الدولية، أو فإن الحل السياسي والعسكري هو المتاح حاليا. نعم طيب سيد مختار، يعني عملية تحرير شبوة تمت بتنسيق بين التحالف والجيش الوطني، الحكومة هل تتحكم بالمسار العسكري لهذه المعارك؟ بكل تأكيد أن الحكومة اليمنية وبإشراف مباشر من فخامة رئيس الجمهورية وكذلك نائب رئيس الجمهورية والحكومة هي من تشرف على المعارك، وهي من تعطي التوجيهات وتعطي وتقوم بالتواصل. فخامة رئيس الجمهورية يتواصل بشكل يومي بكافة الجبهات وبكافة المناطق، والتحالف أيضا هو داعم أساسي للمعركة ويقوم بدعم مباشر للجيش الوطني والمقاومة. بالتالي نستطيع نقول أن الحكومة اليمنية الشرعية هي من تتحكم بزمام المبادرة سواء على الجانب السياسي أو الجانب العسكري. وأيضا الجميع يعرف أن الحرب أيضا بدأت بطلب من رئيس الجمهورية الرئيس الشرعي للبلد، وهو الذي يعطي التوجيهات للمسار السياسي وكذلك المسار العسكري.
هناك البعض يتحدث أنه لا يوجد هناك أي تنسيق، ولكن أنا أؤكد أنه هناك تنسيق وهناك إشراف مباشر من فخامة رئيس الجمهورية ومن غرفة العمليات التابعة للشرعية، والتي هي طبعا للشرعية، وكذلك مع التحالف العربي يوجد هناك غرفة عمليات مشتركة للتحالف العربي وكذلك للحكومة الشرعية في كافة الجبهات وفي كافة المناطق التي يوجد فيها معارك. نعم سيد مختار، بالنسبة لتصريح الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي صرح به اليوم ويعني تحدث عنه قبل قليل، يعني هو أبرز ما ركز عليه الرئيس أنه اليوم يعني لم يعد لدى الشرعية غير البنادق في مواجهة الميليشيا الحوثية، الإنجاز الذي حدث مؤخرا في شبوة هل يعد في نطاق عمل عسكري باتجاه الحسم العسكري مع هذه الميليشيات أم أنه جزء من الضغط للعودة للمسار السياسي؟ أخي العزيز، المسار السياسي كلنا عرفنا المسار السياسي وأنه مجرد فقط صرف يعني مجرد صرف كلام ومجرد استهلاك إعلامي أصبح في هذه الفترة. نعرف أن الميليشيات الإنقلابية ليست جادة ولم تكن في يوم من الأيام جادة، إنما تتخذ المسار السياسي من أجل التخفيف الضغوطات العسكرية التي عليها. اليوم وبعد التوحش الذي حصل وبعد الجرائم التي ترتكب، أنا لا أعتقد أنه هناك مجال للعودة للمسار السياسي، لكن نقول أن الحكومة جاهزة للعودة للمسار السياسي ولكن وفق المرجعية المتفق عليها. أيضا لتنفيذ القرارات الدولية والتي من أهمها القرار الدولي 2216 القاضي بتسليم كافة الأسلحة والانسحاب من كافة المناطق. بالتالي اليوم لو أن الميليشيات أعلنت والتزمت بتنفيذ هذا القرار وسلمت وانسحبت من كافة المناطق والمحافظات فأهلا وسهلا، فسوف نمد أيدينا للسلام وليتم تنفيذ القرار. أما دون ذلك أو الذهاب إلى مشاورات عبثية تعطيهم المجال للاستمرار في القتل والتدمير والتنكيل، فأعتقد أن المجال ما يزال مفتوح أمام مثل هذا الحديث. وكما أكد فخامة رئيس الجمهورية أن الحوار اليوم هو حوار البنادق بعد أن تعثر حوار السياسي. نعم تكرم بالبقاء معي سيد مختار. أعود لضيفي الآخر أحمد المصعبي القيادي في المقاومة بمحافظة شبوة. سيد أحمد، يعني في بعض الأحيان يتم تحرير مناطق من الميليشيا ولكنها بعد فترة تعود يعني لدى هذه الميليشيا، هل هذه المرة الأمور تحت سيطرة كاملة بيد الجيش الوطني والمقاومة في شبوة؟ أحب أن أطمنك أخي العزيز والمشاهدين بأن هذه الأخطاء فعلا حصلت وتكررت للأسف، لكن قيادة الجيش الوطني والمقاومة استفادت من هذه الدروس على مدار المرحلة السابقة واستطاعت بفضل الله عز وجل أن تشكل أولا قوة عسكرية مشتركة للتحرير ولمساندة الأخوة الذين شاركوا في هذه العمليات ولتلافي الأخطاء التي سبقت. العملية العسكرية التي حصلت عملية عسكرية واسعة، المرات السابقة كانت تتم السيطرة على موقع أو موقعين فتتداعى الميليشيات من باقي المواقع ومن المحافظات الأخرى وتستعيد هذه المناطق. نعم. هذه المرة مختلفة جدا، العملية واسعة وبشكل كبير وسقطت تحصينات الميليشيات وسقطت خطوط الدفاعية، سقط النسق الأول والثاني والثالث وانهزمت. حجم الغنائم وحجم الخسارة الفادحة التي منيت بها الميليشيات تفيدنا بما لا يدع مجال للشك بأنه بإذن الله نعم. سيد أحمد، من خلال المعارك الأخيرة لا نعرف هل هناك موجة نزوح في المدينة وهل أيضا الوضع بات ملائما حاليا لعودة الناس إذا ما كان هناك نزوح؟ أن المعارك هذه الأخيرة شهدت موجة عودة للنازحين إلى منازلهم وأقراهم إلى بيوتهم، ليش يأثير الناس وليس الجيش الوطني والمقاومة. الجيش الوطني والمقاومة يرعى عودة النزوح وينادي الناس بالعودة إلى ديارهم، بل ويبذلون الغالي والرخيص من أجل جلب فرق الهندسية لنزع الألغام والعبوات التي زرعت الميليشيات جوار المنازل وفي الطرقات العامة. وأنا بنفس الليلة طلعت على جهود أحد الفرق الهندسية في أحد الطرقات هنا في عسيلان في المناطق المحررة مؤخرا تقوم بهذا العمل. بالنسبة الآن تغيرت مناطق الاشتباك، المناطق الاشتباك السابقة وخط التماس الذي استمر لأكثر من عام في الجبهة الأولى
الآن تغير الخط الاشتباك وأصبحت المنطقة هي منطقة وادي خير، وهي جزء من مديرية بيحان وجزء مهم طبعا لأنه يمر به طريق البيضاء الذي يربط البيضاء ببيحان. إلا أن هذه المنطقة أن المواطنون إلى الآن لم ينزح منهم أحد، فهم مطمئنون لقوة الجيش الوطني والمقاومة والإسناد القوي من التحالف بأنه لن تطول بإذن الله عز وجل معاناتهم، وأنه لن تطول نعم. عليهم المعارك في هذه المنطقة. نعم، إذن أشكرك جزيلا أحمد المصعبي قيادي في المقاومة بمحافظة شبوة، شكرا جزيلا لك. أعود لضيفي الآخر مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام. سيد مختار، يعني معركة شبوة هل يمكن القول عليها أنها معركة يعني ضمن خطة متكاملة لتحرير محافظات أخرى كالبيضاء مثلا وغيرها؟ الجيش الوطني لديه خطط عسكرية لتحرير كافة المناطق والمحافظات، والمعارك مستمرة سواء في جبهة سرواح مارب وكذلك في جبهة صنعاء نهم والمناطق القريبة، حتى أنه بالأمس كانت هناك انتصارات في جبهة نهم محافظة صنعاء، وما حصل من تحرير لبيحان وعسيلان والمناطق القريبة منها في إطار محافظة شبوة يأتي في هذا الإطار، وفي إطار الخطط التي وضعها الجيش الوطني وكذلك التحالف العربي لتحرير كافة المناطق. بالتالي محافظة البيضاء محافظة مهمة، محافظة تحد أكثر من 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 محافظة، وهي ممر استراتيجي هام لكافة الكثير من المناطق، وهي تربط ما بين الشمال والجنوب. بالتالي الانتقال الآن من معركة شبوة بيحان عسيلان إلى معركة البيضاء أعتقد أنها مهمة وأنها في طريقها للبدء بها، وأيضا على المسار الآخر المسار الساحل وهي أيضا معركة مهمة. إذا تحدثنا عن المناطق الاستراتيجية التي ما تزال تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية، هي كانت بيحان وعسيلان كمناطق شريان لتهريب الأسلحة وكذلك تهريب المشتقات النفطية لهم، أيضا كان لديهم الخوخة وكذلك الساحل الغربي. بالتالي تحرير شبوة من أيدي الميليشيا الإنقلابية وتحرير الساحل الغربي أعتقد أنه سيشكل ضربة قاسمة للميليشيا الإنقلابية، وأيضا سيجعل الميليشيا تختنق في المناطق التي ما تزال تسيطر عليها. ونحن رأينا الكثير منهم الآن بدأ ينادي للعودة إلى المسار السياسي، وكل ما زاد الخناق على الميليشيا الإنقلابية. وهذه طبعا حيلة تقوم بها الميليشيات الانقلابية، كلما تم الضغط عليهم من قبل الجيش الوطني والتحالف يهربون إلى المجتمع الدولي وأنهم مستعدون للمسار السياسي والتسوية السياسية. نعم، إذن أشكرك جزيلا، وضحت الصورة مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا من الرياض. سأشرك معنا أيضا في النقاش، سينضم إلينا الآن ياسر الصايلي ناشط سياسي من الرياض. ياسر مساء الخير. مساء النور عزيز الكريم. سيد ياسر، بداية يعني معارك استكمال تحرير شبوة بدأت قبل أيام، انتهت اليوم بإعلان الجيش الوطني تحرير عسيلان، كيف تقرأ أحداث اليوم؟ أحييك أخي الكريم وأحيي المشاهدين الكرام. أهلا بك. حقيقة ما حدث خلال الأيام الماضية لابد أن نشير إليه أنه انتصار ليس لأبناء محافظة شبوة وشبوة خصوصا، فهو انتصار للجمهورية وانتصار للشرعية وانتصار للتحالف العربي. نعم. الذين رسموا أهداف لتحرير اليمن من هذه الشرذمة السلالية التي عاثت فسادا في كل ربوع اليمن. بالنسبة للمديريات بيحان المحتلة التي تبقت من محافظة شبوة، حالها مثل حال بقية المحافظات اليمنية التي عاثت فيها الميليشيات الفساد والإجرام والقتل والتشريد والحصار وكل انواع الجرائم. ما 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 حدث خلال ايام يعتبر تطهير وانجاز كبير للشرعيه وانجاز كبير للتحالف وانجاز كبير لليمن الجديد الذي نحن نتطلع اليه بعد ما فعلت هذه الميليشيات المسلحه. الانتصارات كبيره، التقدمات كبيره، التطهير كان على مستوى واسع، على مستوى اربع ايام من يوم الجمعه الى اليوم كانت تقدمات كبيره وتطهير اشترك فيها ابناء المحافظات الجنوبيه وابناء المحافظات الشماليه، فكان الدافع وطني لتحرير هذه المناطق حتى تكون خطوه اولى لتحرير ما تبقى من المحافظات الجمهوريه البيضاء وما بعد البيضاء باذن الله تعالى. نعم، لكن يعني تحرير شبوه هل له علاقه بالتطورات السياسيه الاخيره محليا واقليميا؟
لا شك أن تحرير هذه المنطقة الاستراتيجية التي تعتبر عمق للمحافظات المحررة الشرقية كمأرب وحضرموت وشبوة وحقول النفط ومنطقة استراتيجية يستطيع الحوثي منها أن يقصف مأرب، يستطيع أن يصل إلى حقول النفط في 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 شرق عسيلان، يستطيع أن يصل إلى 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 حقول النفط في العقلة، يستطيع أن يهرب أسلحته ومعداته عبر صحاري محافظة شبوة الواسعة إلى المناطق الجبلية. كانت مهم أن تتحرر مع خاصة مع التحركات السياسية والإقليمية التي تحدث في لهذه الأيام، لقاءات وتواصلات، أيضا يعني خلو الجانب السياسي لديهم بعد أن تعروا بعد مقتل علي عبد الله صالح في صنعاء الذي اختلفوا معه بعد أن كانوا في صف واحد الذي كان قطاعا سياسيا لهم. اليوم أصبحت الميليشيات الحوثية متعرية جدا، ليس لها قطاع سياسي. اليوم أصبحت الحرب حرب لابد أن لحرب تطهير للوطن، حرب تطهير من أذناب إيران الذين عاثوا فساد. اليوم الحوثيين يضربون عاصمة الرياض، عاصمة الحزن، بصواريخهم الباليستية. نعم، لكن قبل ذلك، ما هي الخسارة التي تمثلها يعني عودة شبوة إلى حاضنات الشرعية؟ ما هي الخسارة يعني التي لحقت بهذه الميليشيا؟ أولاً يا عزيزي النصر معنوي، نصر معنوي. أفرح الجميع، أفرح أبناء اليمن من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه. تحرير بيحان يعتبر نصر معنوي لأبناء اليمن ممثلا بالشرعية وبقيادة التحالف. هو لم يعد يقتصر على بيحان، اليوم المحافظة بكاملها محررة. أستاذ ياسر، المحافظة محررة وبيحان محررة كاملة عدا 5% أو أقل من 5% من مساحة بيحان لا زالت تتواجد فيها الميليشيات الحوثية، ويحاولون أن يحققون أي نصر ليرفعوا معنويات مقاتليهم في الجبهات الأخرى. يريدون أن يقدموا أي تقدم، أي استعادة لأي من خطوطهم التي فقدوها خلال الأيام الماضية والمناطق التي كانوا يسيطرون عليها، ولكنهم لم يستطيعوا إلى الآن أن يستعيدوا شبر واحد مما فقدوه خلال الأيام الماضية. اليوم الليلة هذه التقدمات لا زالت مستمرة. الآن قبل لحظات يعني عشرات الأسرى يسلمون أنفسهم إلى المقاومة الشعبية بقيادة الشيخ صالح الأقصم الحارثي في شعب بريكة. نعم، لكن يعني الخسارة يعني مقابل الخسارة التي تكبدتها الميليشيا خلال اليومين الماضية والساعات الأخيرة من اليوم، هل لهذه الخسارة علاقة يعني الصاروخ الذي أطلقته الميليشيا اليوم باتجاه الرياض؟ هي الحقيقة أن العملية هي متواصلة منذ فجر يوم الجمعة الماضي. يعني كانت عملية مرتبة مخطط لها، تخطيط استراتيجي عسكري ضخم تشاركت فيها كل القوات العسكرية، الألوية العسكرية، المقاومات الشعبية، المشايخ، أعيان أبناء محافظة شبوة، المقاومات الشعبية. استطاعوا أنهم يعني حقيقة بالنسبة لما حدث في من الصاروخ اليوم سوف يكون دفعة لتحرير ما بعد بيحان. أما بيحان الأمر مفروغ منه اليوم. الليلة هذه أصبحت بيحان شبه محررة، 95% منها محرر كاملا. أنا أريد أن ألفت لفتة كريمة إلى أن أبناء بيحان وأبناء محافظة شبوة يشكرون التحالف العربي على الجهود التي قام بها الكبيرة من إسناد بالطيران وقصف كل التعزيزات التي كانت تصل بيحان من عقبة القنزع طريق البيضة. كان الطيران لها بالمرصاد، يعني كان الطيران عامل مساعد كبير في التقدمات وفي التحركات العسكرية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في بيحان. نعم، لكن سيد ياسر، هل تعتقد أن المعارك ستستمر وتشمل محافظات أخرى ضمن مخطط يعني متكامل للجيش الوطني بشراكة مع التحالف والحكومة؟ حقيقة هذه تقديرات عسكرية لا أستطيع أن أقدرها. أنا ليس إلا ناشط شبابي أتحدث عن ما أراه أمام عيني. أما المحافظات الأخرى أنا لا أستطيع أن أقدر تقديرات رسمية عسكرية. هل ستتواصل المعارك؟ هل ستقدم؟ أنا بس هو بس من خلال المعطيات سيد ياسر، ولم يكن يعني كتأكيد. المعطيات كبيرة أخي الكريم، وكان آخرها صاروخ اليوم إلى الرياض.
كان الصاروخ اليوم هو لابد أن يكون دفعة كبيرة أمام المجتمع الدولي وأمام الإقليمي، أن يكون دفعة قوية لتحرير اليمن من هذه العصابات التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة عذبت الشعب اليمني. نعم. واليوم تحاول أن تعكر صفو الطمأنينة التي يعيشها الجيران، جيران اليمن وأشقائنا في السعودية وفي دول الخليج. نعم، لكن هنا سؤال أخير فقط، إذا ما تحدثنا عن موازين القوى بعد تحرير شبوة بين الشرعية والميليشيات الحوثية، كيف يمكن قراءتها؟ اليوم أصبحت عصابات فقط، أصبحوا يحاربون بعصابات، أصبحنا نحن جيش منظم وأصبحت لدينا ألوية وأصبحت لدينا قيادة وأصبحنا نحارب كدولة وهم يحاربون كميليشيات وكعصابات فقط. نعم. اليوم موازين القوى تغيرت، القرار السياسي إذا اتخذ سوف تتحرر أي محافظة يريد قيادة التحالف والجيش الوطني أن يحررها. هذا كلام مفروغ منه، أصبح الحوثي والميليشيات الحوثية في أضعف حالاتهم اليوم نحن أقوى ونحن نستطيع أن نبادر ونحن نستطيع أن نهاجم ونحن نستطيع أن ندخل في عمقهم وأن نحتل مناطق جديدة مثل ما حدث في الساحل. لم يتبقى سوى القرار، يعني كما نفهم منك سيد ياسر. أنا كنت أتحدث مع أحد القيادات العسكرية في بيحان قبل فترة وكنت أعاتبه على عدم المبادرة في التحرير أو التقدم، قال يا أخي الكريم متى ما وجد القرار السياسي سوف يأتي بعدها الحسم والتحرير. نحن ننتظر فقط القرار السياسي من القيادة الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي وقيادة التحالف العربي، وسوف ننجز المهمة في أقل مما تتوقعون، وهذا ما حدث يوم الجمعة. أنجزوا 70% من مهمتهم العسكرية التي خطط لها في أقل من ساعات، في 5 ساعات، حتى كان البعض يظن بأنها مسرحية وبأنها انسحابات وبأنها تمثيلية وبأنها اتفاقات بين الجيش الوطني وبين الحوثيين، وهذا ما ظهر أنه العكس من عدد الشهداء وعدد الأسرى وعدد الجرحى والألغام التي تم تفجيرها والأسلحة والعتاد التي تركها الحوثي وخلفه. كان عامل عنصر المفاجأة في هذه المعركة هو المتقلب. نعم. الذي حقق النصر وتحقق بعد 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 فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. في تحرير ما تم تحريره من المناطق في نعم. ميديات. وضحت الصورة. أشكرك جزيلا ياسر الصائلي، ناشط سياسي، كنت معنا من الرياض. وفي الختام مشاهدينا أشكر أيضا ضيوفي أحمد المصعبي قيادي في المقاومة الشعبية بشبوة، وأشكر أيضا مختار الرحبي مستشار وزير الإعلام كان معنا من الرياض. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل عبد الرقيب الأبارة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.